يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تصدر كتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فيكسيوس ترجمة صمويل خيري مبيعات هذا الشهر، وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة. يحتل المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث فيه عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. تأتي في المركز الثالث رواية عهد دميانة للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، وهي ليست مجرد نص روائي يسرد فترة حرجة في تاريخ مصر، وإنما هي تجربة إنسانية شاملة للبحث عن الهوية. تحتل المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثها في مملكة غرناطة. اختتمت قائمة الأعلى مبيعاً بكتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها.